لمثلهما. الهدف الأول سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 23 قبل أن يضيف الحاج هدفا ضد مرماه لصالح أولمبيك آسفي. ياسين الصالحي العائد مؤخرا بعد الإصابة يسجل الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 84 قبل أن يعدل الكفة محسن متولي في الدقيقة 88 للرجاء عن طريق ضربة جزاء. وفي مواجهة أخرى